أنا ودي أتقدم بالتعزية لسيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير والشاعر الكبير بدر بن عبد المحسن، الله يجعله بالجنة. توفي البارحة وبيصلون عليه اليوم العصر. والأمير بدر بن عبد المحسن رحمة الله عليه شاعر من رموز الشعر بالمملكة العربية السعودية، وموته يحزننا حنا كشعار أو كمعجبين بالشعر أو كمحبين للرجل العاقل الحبيب. أنا كاتبا فيها أبيات مرثية، لكن قبل الأبيات عندي له بيتين غزليات يا جماعة، غزليات وبعلمكم إياهن، لكن أبشرح هالبيتين الغزليات. وش يقول الله يجعله بالجنة؟ يقول: كذب من قال ورد العاطفة ينبت بظل السور، وجبان اللي يخاف الناس لو وقف على بابك، كتب لك كل ما في الحب من عذب الكلام اسطور، ولكنه عجز يا طفلتي لا يكتب كتابك. البيتين هذه البدر الله يجعله بالجنة، الأمير بدر بن عبد المحسن، أنا أشوف أن ما أحد يسبقه عليهن. ظاهرهن أبيات غزلية جميلة رقيقة، فيها ورد وفيها سور وفيها وطفلتي، لكن لما أجي أشرحها يوم يقول: كذب من قال ورد العاطفة ينبت بظل السور، اللي يجي بالسيسان وتدسس هذا تذوب، وجبان اللي يخاف الناس لو وقف على بابك، لو جاوه ما هو بمضبوط ووقف على بابك والناس ما يدرون فهذا ما فيه خير، ولو كتب لك كل ما في الحب من عذب الكلام اسطور، حتى لو تغزل بك وقصد بك وكذا، ولكنه عجز يا طفلتي لا يكتب كتابك. اللي ما ينهي هالمعرفة بزواج وبكتب كتاب هذا ما بخير. وهذا معنى هالأبيات الغزلية اللي كتبها الله يجعله في الجنة. شوف كيف الشاعر لما يجيب القصيدة يعطيك إياها أنها تحب الغزل، هذا غزل، ولكن خذ الفائدة والرسالة الاجتماعية منها. الله يجعله في الجنة ويغفر له ويرحمه. وأنا أمس والله كتبت لي أبيات، والأمير بدر بن عبد المحسن ما تكفيه الأبيات ولا تكفيه الدواوين، الله يجعله في الجنة. أعزي بيوت الشعر وأعزي الشعار، سمى الشعر غاب اليوم بدرا ينورها، بعد ما قرينا اللي نشوفه من الأخبار، بمرثية تبتسي بعد مات شاعرها، أمير كريم خير من بيوت أخيار، من الأسرة اللي كل أبونا نقدرها، من آل السعود أهل الفخر مكرمين الجار، ملوك لهم وقفات والكل خابرها، ترانا فقدنا حر مما كر الأحرار، بعد مملكة من جزل الأشعار عامرها. وسلامتكم وسلامة من يشوف، صحة أبدانكم الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنته. سبحان الله، الأمير بدر بن عبد المحسن رحمة الله عليه، آمين، صار في مواجهة الشعر إنجاز عظيم. نعم، مهندس الكلمة وكلام، وهذا طور الشعر. يعني هذا الأغلبية تعرفه، هو يمكن أنا هذا رجل من الحكومة، من ولاة الأمر يعتبر، ولكن تخصص أغلب تخصص في الشعر، فطور الشعر تطوير غير طبيعي، وصار مضرب للمثل رحمة الله عليه في الشعر، يعني وتحديث الشعر. نعم. كل الناس تحكي عن بدر بن عبد المحسن في مجال الشعر والتحديث رحمة الله عليه، وانجز انجاز، وان شاء الله ان انجازه يكون شفيع له ودعا الناس. امس كل التواصل الاجتماعي عن بدر بن عبد المحسن. نعم. كل التواصل، الله يجعله بالجنة، حتى حاطين صوره وهو صغير ومتوسط العمر وكبير العمر، فمبروزينه، الله يرحم ويغفر له ويعظم اجر مولاي خادم الحرمين وسمو ولي عهد واسرته والأسرة المالكة والشعب السعودي والشعراء ومحبين الشعر رحمة الله عليه. آمين، الله يجزاكم خير. عليه الصلاة والسلام، أنتم شهداء الله في أرضه. الآن الكلام اللي نسمعه من الرثاء والمحبة الصادقة لهذا الرجل اللي أحبه الناس سبحان الله العظيم لما يسمو به من أخلاق، وما الله جل وعلا أكرم به من هذه الموهبة العظيمة اللي سخرها فيما يقربه إن شاء الله ويرفع درجته. نقول قضية الأمس الحقيقة شيء لافت، حتى اللي ما وصلها الخبر يعني بيوصله، يعني الناس كلها تتحدث في هذا الرجل، وهذه شهادة على أن هذا الرجل إن شاء الله قادم إلى خير.
والرسول صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا الصحابة، ما شاء الله، يا الله يهنيه، والله الرجل كان كذا وكان كذا. قال عليه الصلاة والسلام: هو في الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. إذا شف أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على شر، إنما تجتمع على خير. إذا قالت في رجل إنه طيب وأثنت عليه فليبشر بخير. وأنا الحقيقة سمعت أيضا يعني بعض الأبيات اللي يعني من خلال تصفحي للأبيات فيها الحقيقة ترسيخ لعقيدة التوحيد والشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكأنما هي يعني شعار لأن هذا هو ديدننا وهذا الذي نحن نسير عليه. فأنا أسأل الله أن يتغمد بواسع رحمته، وأيضا نرفع التعازي، ويعني هذه كلها دعوات لخادم الحرمين وولي عهده وللشعب السعودي وكل من أحبه على مستوى الشعب السعودي والعربي والعالمي كله. الرجل محبوب، أسأل الله جل وعلا يغفر له. وبالمناسبة وأنا أقرأ يقول أن حصل بينه وبين خادم الحرمين موقف كان في أحد الأمسيات، وكأنه طلب منها أحد قصائده المشهورة اللي فوق هام السحب. فيقول إن الملك سلمان قال له: وراك ما ذكرتها، هذه من القصائد اللي يعني تعتبر نادرة وتعتبر مزهوة بحد ذاته، يعني من القصائد اللي وطنية. نعم. فقال للملك سلمان: نعم إن شاء الله في قادم الأيام أي أمسية أحييها أني أذكرها. قال: نعم، لا تكون في أمسية إلا تذكر هذه القصيدة. والقصيدة عندما تقرأها أو ترى فحواها كلها ثناء على هذه الأرض المباركة وما فيها من البطولات والإنجازات الرائعة التي الحقيقة تبهر كل أحد. الحمد الله يغفر الله ويرحمه. آمين، جزاك الله خير. آمين. أبو عمر، والله يكتب أجرك ويطول بعماركم. تفضل أبو نعيم. من إيمان هالرجل أن الصباح الساعة 11 أمس جتني هالبيتين. نعم. يقول فيها هو بنفسه. إيه. يقول: لا بدها يا سعود بتغيب شمسي ذي سنة رب الخلائق فرضها، ولعلها حريتي بعد حبسي، ولعلي ألقى عند ربي عوضها. الله الله. شوف يقول لعلها حريتي عقب حبسي. عقب حبسي. إيه. شوف إنه يعني يوثق الحاجة إنه هنا هنا بديار مرور، مهيب مستقر. الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة. وش تقول أبو العزيز؟ أسرة الأمير الله يرحمه ويسكنه الجنة، وآل سعود الكرام، والشعب السعودي والخليج كلهم، لأن هذا الشاعر الله يرحمه ويسكنه الجنة الأمير وظف قصائده كان في بصماته، كانت في أيام الغزو الكويت. نعم. كانت أكثر قصائده على ثناء وتمجيد في موقف في مواقف أيام غزو العراق للكويت، وكان رمز من رموز الشعراء من الأمراء الله يرحمه ويسكن الجنة. الله يجزاه. وأنا والله يحزننا هو الأمير الله يرحمه ويسكن الجنة، ونعزي أسرته الكريمة ولا الشعب السعودي كلهم ولا الخليج العرب. الله يجزاك خير أبو عايش وبيض الله وجهك. ودنا